بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إخريستوس أنستي أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. لقائنا اليوم مع سفر أشعياء النبي أصحاح 49 ورسالة بعنوان قد جعلتك نورا للأمم. العنوان ده أو الآية دي كانت عدد 6 في هذا الإصحاح. لعل الإصحاح 49 أضم إلى الإصحاحات السابقة يا أحبائي اللي هي فيها تعزية أقول غير محدودة، كلمات الله في هذا اليوم أو في هذا الإصحاح تعطي سلام لا يفوق العقل زي ما بيقول الكتاب المقدس. من ضمن هذه الآيات زي ما احنا هنذكرها وزي ما احنا حفظناها، هل تنسى المرأة رضيعها في عدد 15 فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما. دي بعض من هذه الآيات في هذا الإصحاح. أصحاح 49 يا أحبائي بتكلم على جانب مهم في حياتنا كأولاد لله. نحن الأمم دعينا إلى هذا الخلاص ودعينا إلى هذا الإيمان. لعل الإنسان اللي بيتابع السياسة يلاقي أنه أمريكا بتعتبر نفسها هي دولة عظمى، دولة قوية، و اتعودت ان اي دولة من الدول الصديقة واللي بيكون معاها تعامل اقتصادي حلو بالنسبة لها دي زي ما بيقولوا، اسف في التعبير، فرخة بكشك. تعبير العام يقول لك ده حاجة، ده ليه مكانة كبيرة عند امريكا. الدولة دي عندها مكانة كبيرة عشان كده يسموها الدولة المفضلة، هي أمريكا بتديها هذا اللقب، دي الدولة المفضلة لبعض الدول اللي بتتعامل معها اقتصاديا. لكن في القرن السادس قبل الميلاد يا أحبائي كان في دولة واحدة بس هي المفضلة عند الله، ده يمكن عند البشر، لكن عند الله في دولة واحدة بس كانت مفضلة، هي دولة إسرائيل. تخيلوا بعد كده أن دولة إسرائيل وكانوا شايفين نفسهم وما زالوا، آسف التعبير، ما زالوا لحد دلوقتي شايفين نفسهم. لكن الصدمة الكبيرة اللي لو عرفوها شعب بني إسرائيل مش عارف هيعملوا إيه. إيه الصدمة يا أبونا؟ أقول لك أنه الصدمة أنه إسرائيل تكون نفسها ليها دور في رجوع الأمم ويكون من ضمن شعب الله. ازاي؟ اقول لك في رسالة معلمنا بولس الرسول، مش هطلع من الاصحاح 49 لكن هقول لك في عدد في روميا اصحاح 11 معلمنا بولس الرسول، ومش عارف اذا شعب بني اسرائيل فهموا هذه العبارة او هذه الايات بأنهي صورة أو بياته معنى. طبعا هم العهد الجديد ده بالنسبة لهم ملغي، هم عندهم العهد القديم بس. لكن في عدد 25 يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول، وبتكلم بالمناسبة رسالة روميا بتكلم إلى اليهود اللي هم يعني تغيروا أو اللي هم تهودوا عايزين يرجعوا للعبادة اليهودية مرة تانية. يقول لهم كده: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تشهلوا هذا السر لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء. يا شعب بني إسرائيل اسمع هذه العبارة، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء وتفتكروا أنكم أنتم الوحيدين شعب الله. لا، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وبعد كده وهكذا يخلص جميع إسرائيل.
جميع إسرائيل. دي بعض الناس فكروها أنه كل شعب بني إسرائيل، لا مش بالضرورة أنه كل شعب بني إسرائيل، لأن حتى اليوم في ناس بتموت من غير ما ترجع للمسيح. لكن يخلص جميع إسرائيل معناها اللي حيسمع من شعب بني إسرائيل، ومعناها إسرائيل الجديد من الأمم اللي حيدخل الإيمان. دخلتنا في سياسة يا أبونا؟ لا أنا ما دخلتش في سياسة، أنا عايز أقول لكم ترتيب الله يا أحبائي. هذا في هذا الإصحاح بالذات هو بيقول لنا إنه ما تفتكروش إنكم أنتوا بس هتكونوا الوحيدين، لا أنتوا أنا جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. عشان يحصل إيه؟ عشان الأمم يقبلوه. وإجروا إصحاح 13 في سفر أعمال الرسل يا أحبائي. يأتي في هذا الإصحاح ويقول لنا يا ترى مين اللي حيعمل هذا العمل؟ مين اللي حيخلص الأمم؟ مين اللي حيخلص من شعب إسرائيل اللي حيؤمنوا؟ يرجع مرة تانية ويذكرنا بمين؟ بنشيد العبد. فاكرين لما نتكلمنا عن أنشودة العبد اللي هو في أشعياء اللي احنا أخذناها في الأسبوع الماضي أحبائي، في أشعياء 42 هو ذا عبدي الذي أعضده، اللي احنا تكلمنا عنه أنه ده كلام عن السيد المسيح. هنا نفس الحكاية بيتكلم عن هذا العبد في عدد 10، آسف في عدد في 49 يقول كده: اسمعي لي أيتها الجزائر، الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي، ذكرى اسمي وجعل فمي كسيف حاد. الكلمات دي مش غريبة علينا يا ابونا، الكلمات دي اتقالت على السيد المسيح في بشارة الملاك للعذراء مريم، وتدعين اسمه يسوع وهو لسه في البطن، واتذكرت في سفر الرؤيا في فمه جعل فمي كسيف حاد. يبقى بيتكلم على مين؟ عبدي ده مين؟ ده عبدي ده هو رب المجد يسوع المخلص. في عدد 3: وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. وهنا نجيب وقفة. ليه؟ لأنه بعض الناس اللي بيبحثوا في الكتاب المقدس يقول لنا كده، ده بيقول عبدي إسرائيل ما قالش عبدي ابني. أقول لك هنا في الحالة زي دي شعب بني إسرائيل، يا ترى هل هو كان المقصود بها شعب إسرائيل عبيد الله أو شعب الله، ولا مقصود بها شعب معين، الشخص معين بالذات اللي هو يسوع المسيح؟ احنا بالنسبة لنا هو رب المجد يسوع. ليه؟ لأن هكذا أحب الله العالم، ما أحبش بس شعب بني إسرائيل، أحب الله العالم. طيب بالنسبة لهم هم كان إيه؟ كان هذا التعبير تعبير غامض يا أحبائي. ليه؟ لأنه ما كانش ممكن إنه أشعياء النبي يوصل فكرة إن ابن الله حياجي في يوم من الأيام ويخلص البشرية، إلا إذا تم هذا الأمر بإيه؟ بصورة سرية، اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبيا أحبائي، اللي هو رسالة كلنا حافظنا في أصحاح 2، أقولها لكم: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي قد كان إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسهم وأطاع حتى الموت. إذن ما كانش ممكن إن هو يأتي ويخلص البشرية إلا بهذا الصورة الغامضة، لأنه لو فهموها إن بيتكلم عن الله في الرغم من إنه السيد المسيح في كثير من الكلمات هو كان بيقول لهم أنا والآب واحد وأعمل أعمال أبي الذي أرسلني، لكن في ده كله يأتي الشيطان وهو الذي يريد أن يشكك، سواء من على في التجربة أو سواء على الصليب. إن كنت أنت ابن الله، مين كان يتوقع إن هو يفهم ذلك الكلام؟ إلا جاء سمعان الشيخ، جاء سمعان الشيخ بعد كده بستة قرون، يعني لأنه ده كله كان من القرن السادس قبل الميلاد. لما جاء سمعان الشيخ يا أحبائي، فاكرين لما
دخل الطفل يسوع وأم مريم إلى الهيكل بعد 40 يوم. سمعان الشيخ ذكر بهذه النبوة وقال إذا كان هو ده اليوم يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك. ليه؟ لأن عيني قد ابصرتا خلاصا. تطلق مين؟ تطلق عبدك. الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد ابصرتا خلاصا. وقال لنا مين ده؟ هو نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. ورسالتنا اليوم وفي هذا الإصحاح يقول له كده إيه؟ فقد جعلتك نورا للأمم في عدد 6، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إذا إلى أقصى الأرض. يبقى إذن جاء السيد المسيح يكشف لينا هذا الغموض ويتعمق فينا هذا المعنى. يسوع المسيح نور الأمم. كان لابد أن يوضح أنه كونه كابن لله دي جاء من أجل رسالة معينة، جاء من أجل مسؤولية معينة، جاء من أجل موت معين وهو خلاص الإنسان. وبقدر ما أنه هو امتياز زي ما قال بطرس الرسول، قال له يا بطرس من يقول للتلاميذ، من يقول الناس؟ بطرس يقول له أنت هو المسيح ابن الله الحي. ده امتياز، ده امتيازنا يا أحبائي إن احنا نعبد الإله الخالق ولا نعبد مخلوق زي باقي البشر، زي باقي الديانات اللي بيعبدوا أناس مخلوقة. نحن نعبد الإله الخالق اللي هو ظهر في الجسد يسوع المسيح. النهاردة بنقول له يا رب كده، يا رب اشرق بنورك. من ذا الذي الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في شخص يسوع المسيح. قل له النهاردة يا رب اكشف عن عيني، خلي نورك الحقيقي يشيل أي ظلام من عيني ومن قلبي بالأخص. خليني يا ربي إن أنا زي ما أنت جيت ودعيتني إن أنا أكون نور في العالم، خليني أنا أيضا أكون نور في وسط ظلمة هذا العالم. خليني إن أنا أشهد عن عملك في حياتي، في خدمتي، في وسط كل ما أعطيتني إياه يا رب، إن أنا أمجد اسمك وأكرز باسمك. أنت قلت قد جعلت كنورا للأمم. مسيحنا القدوس القائم يجعلنا دايما يا أحبائي أن نكون أبناء نور ولا نكون أبناء ظلمة. لإلهنا كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.